ابوي يلبس مجابه وعرش بلقيس، وصديقي صديقي المكن القدره السليمان الحديد، الحديد اللي انا بس لجفوف داوود لزمته ومن لزمته استسلموا لا انا. اعادت احتفاليه 23 في كل سنه، هذه 23 التي اسست يعني العراق الحديث وقوته، وعادت الاراضي وعادت الوطن والمقدسات لاهلها، وحكموا انفسهم العراقيين. وهذه الثوره انطلقت بعدها ثورات التي نذكر بها ثوره 20، ومنها الانتفاضه الشعبانيه، ومنها داعش اللي اقوى واتقى قوه على الارض، واجهوها ابناء ثوره 20، ابناء المرجعيه بفتوى السيد السيستاني دام ظله الوارث، عندما اطلق الجهاد الكفائي لبوا ابناء المحافظه هذا النداء العظيم، وكانت المثنى الاولى في السواتر، وضحينا عشرات الالاف من الشهداء. اسال الله سبحانه وتعالى تبقى هذه الروح الوطنيه الجهاديه. ثوره 20 اصبحت وصارت مفتاح للثورات العربيه التي تلتها، وتمثل الوحده للعراقيين جميعا. فنرجو من الله أن يوفق العراقيين ويجعلهم موحدين لكل الأيام والسنين الآتية. ثورة 20 تعتبر للظوالم وكل الشعب العراقي عيد موفر لنا، لأن بها كسرنا شوكة الاستعمار البريطاني، واستطاع العراقيين بكل بساطتهم وبدائيتكم أن يطردوا الاستعمار البريطاني، وأصبحوا عبرة لكل الشعوب التي تلتهم. هي اليوم الذكرى 103 لثورة 20، هذه الثورة التي قادتها عشائرية، والعراق بشكل عام هو بلد عشائري، لذلك استمرت هذه الثورة والاحتفالات وذكرها، وكذلك أنه ثورة عشائرية بحتة. والآن ما موجود في الساحة من حشي الشعبي هو يمثل هذه العشائر، حقيقة يمثل هذه العشائر، لذلك تجده قرارا قوي وشجاع. اجتمعت عشائر محافظة المثنى وعشائر بن حكيم في هذه الثورة العظيمة لإحياء الذكرى 103 لثورة 20 الخالدة، ويلتزم أبناء محافظة المثنى وعشائرها الكرام بهذه الثورة، حيث تمثل لهم ذكرى وبطولية يتفاخر بها الإنسان. ونتمنى من الحكومة المركزية بتثبيت منهج دراسي يخص هذه الثورة لتوصيل رسالة وفكرة لأبنائنا ولأجيالنا بالتمسك بهذه الثورة العظيمة الخالدة التي هزت جميع أركان المعمورة.